طبعا الاحداث كتيره جدا في الساحه وفي موضوعات كتيره ممكن نتكلم فيها. اول حاجه مباراتي الزمالك وبيراميدز والاهلي وسيراميكا والاحداث اللي شفناها في المباراتين. بالتأكيد طبعا يعني علامات استفهام كبيرة جدا على أداء الأهلي والزمالك، وتحديدا الأهلي. يعني كان في علامات استفهام جدا على التشكيل، على توظيف اللاعبين، على مراكز اللاعبين. يعني كان في بعض اللاعبين بعيد تماما عن المشاركة بصفة أساسية في الفترة اللي فاتت. أنا مش ضد ده، ولا بس مش في مباراة تبقى فاصلة وتأهلك لمباراة نهائية على لقب أو على بطولة. ممكن في مباراة في الدوري سهل إن أنت تعوض، سهل إن أنت تعود في المباراة، لكن في مباراة فاصلة أنا الأهم عندي إن أنا أضمن النتيجة، وبعد كده ممكن أريح العناصر الأساسية. فكان في ملحوظات كتيرة على أداء الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، طريقة أداء بعض اللاعبين، تراجع مستوى بعض اللاعبين. وواضح برضه إن تجهيز اللاعبين بشكل كبير جيد جدا قبل المباراة. معروف إن أنت هتقابل المجهول اللي هو سيراميكا كليوباترا. صحيح. فريق عمل 15 صفقة ما تعرفش عنهم حاجة، ما خدش أي مباريات، معسكر إعدادي بقاله فترة في الإمارات، فأنت هتقابل المجهول. فكان لازم يبقى في حرص زائد في المواجهة. الظروف خدمتك وتقدمت بهدف تاريخي في الثانية 11 ونتيجة المباراة بقت عندك، المفروض يبقى في أداء أفضل من كده. فوجئنا بأداء سيراميكا، كان الأفضل، كان الأكثر استحواذا، أكثر انتشارا، أكثر سيطرة، الأكثر فرصا وتهديدا لمرمى النادي الأهلي. ولو يقظة ربيعة ومصطفى شوبير كان ممكن نتيجة في الشوط الأول تبقى أسوأ من كده. وطبعا خلص الشوط الأول بالتعادل. الضغط الجماهيري والحوافز الجماهيرية في الشوط الثاني أعادت النتيجة تاني ليك بهدف برضو من خطأ دفاعي. كان مفروض يبقى في تغييرات بدري شوية، تأخرت التغييرات لدقيقة 65 أو 66 تقريبا في منتصف الشوط الثاني، أعادت التوازن شوية لوسط الملعب. ده الكلام دوت يعني بيضعنا في يعني واضح ان اللعيبه برضو مضغوطه لسه، ولسه نتيجه مباراه السوبر الافريقي مأثره على بعض اللاعبين في الملعب واللعيبه مضغوطه. فكان لازم الفتره اللي فاتت دي يبقى في تجهيز ذهني ونفسي للاعبين لاخراجهم من الحاله اللي كانوا عليها. المباراه اللي جايه صعبه جدا ومحتاجه حوافز ودوافع كبيره جدا امام الزمالك. لقب لازم تحافظ عليه، انت محامل اللقب لازم تحافظ عليه. اللقب، الفوز باللقب ده يؤهلك نفسيا وبدنيا للاهم، وهو مباراه العين في الانتركونتيننتال، بطوله الافرو اسيويه. وده الاهم بالنسبه لجماهير الاهلي، ان انت تتاهل للادوار النهائيه في كاس العالم للانديه اللي هتبقى في قطر ان شاء الله. كل دي حاجات لازم يعني ال 48 ساعه دول عمل شق للجهاز الفني والاداري، خاصه بعد الظرف اللي حصل النهارده باستبعاد كهربا والازمه اللي حصلت الاخيره دي وترحيله الى مصر وتغريمه. لازم برضو نخرج اللاعبين من الحاله دي، لان اكيد طبعا في لعيبه هتبقى حزينه على زميل، الموقف صعب، الكلام ده كله.